أخبار اليوم. البحث العلمي كان عندها بحث موت المناطق اقتراع من سنة 2005، وأن هذا الاختراع أو المراءة واخدة مسجلة في مصر ومسجلة دولية في جنيف، وهي كانت تخص إطفاء الحريق من المركبات. للأسف الشديد من 2005 هذا الاختراع وهذه المراءة لم تحصل اهتمام بجانب العالم. أكاديمية البحث العلمي توسمت فيها أن ممكن أبدأ أشتغل معاها في هذا البحث، فعلا قامت بتطويره، تطوير البحث في مصنع منها، وجهزت له بروتوتايب. البحث ده أو المراعاة دي تم تجربتها قبل كده سنة 2007 في مطار القاهرة على أوتوبيس كان موجود هناك. التجربة كان ناجحة جدا. وكمان بس عندما بعد ما طورت الجهاز في مصر بعد الإلكترونيات حولته إلى مجموعة إلكترونية للقيام بالأعمال. هذه المجموعة تقوم بأعمال أولا إنها متصلة بحساسات، وهذا الحساس برضه ابتكار مصري جديد مش موجود قبل كده. بتاخد الحصار ده للمجموعة القيامية بتعمل ثلاث حاجات. أول حاجة بتشغل سرينة، ثاني حاجة بتولع لمبة كهربا، الحاجة التالتة هي بتفتح صفايات الحريق للرصاصات عشان تقوم بعملية إطفاء الحريق. فعلا بالاتفاق مع أكاديمية البحث العلمي عملنا معاها بروتوكول إن إحنا أو شبه يعني اتفاق إن إحنا هنتولى جميع الابتكارات اللي هي اسمها ابتكارات اقتصادية وتعرض عليها، وعملنا شركة اسمها الشركة المصرية للصناعات التجارية لتحقيق هذا الحلم. أنا بعتقد إن ده حلم كبير جدا، أتمنى إن ربنا يقدرنا كمصر عموما وسنة إن إحنا نحقق العلم والبحث العلمي ممكن مصر تقف على رجليها. أنا من الناس المؤمنين تماما إن الصناعة والزراعة هم أساس اقتصاد أي دولة. وانا سمع ان ممكن ان اطور هنا في البحث العلمي. ليه؟ لا يعني اي طالما ان هو حاجز على مراحل الاستقرار والحاجه الثانيه لازم ندرس جدار اقتصاديه، يعني مش الموضوع ان احنا في اختراعات كثيره بس جدار اقتصاديه يعني ما هياش مبنيه في السوق، وبالتالي يعني هيبقى اقتصاديه هتبقى غير مبنيه في اللي احنا بننتجها يعني. بالظبط. ثم ارسال ثلاث اشارات، اشاره صوتيه واشاره ضوئيه، ثم بيبعت اشاره لمكان اطفاء الحريق. هذه المجموعه بتورينا بالظبط، لو انت حضرتك زققنا بنلاقي هنا بنقول ايه حساس اللي جه عليه، او سنسور 1 سنسور 2 بتقول لنا الحريقه تمت فين. سنسور 1 سنسور 2 3 الحريقه تمت فين بالظبط. وبعدين بعد كده هو بيبعت اشاره للاطفاء الفطار، لما بتتنور على طول
واخد بال حضرتك؟ وهي عباره عن مجموعتين. مجموعه كده قدام السواق اللي هو حبيبي. لا يا ما لهاش علاقه بالسواق خالص يعني، هي في اي مكان. لان هي طبعا المجموعه دي فيها ميزه بقى، انها اولا معزوله ضد الحراره، معزوله ضد الميه، والحاجه الاهم بقى انها معزوله تماما بحيث ان ما حدش يقدر يفتح اللوحه ويسرق البيانات دي. احنا عايزين علامه كده رقم